حريصين في يوم زي ده ان احنا نقول لكل الناس ونقول للي بيعانوا يمكن من هذا المرض ان في فرصه. اهم شيء زي ما قلت لحضراتكم طرق الوقايه ايه والاكتشاف المبكر، ده مهم جدا. ثم تبدا رحله العلاج في حاله الاصابه والاكتشاف المبكر. وفي الحقيقه نماذج كثيره ملهمه من حيث الاصرار والعزيمه والامل، بالرغم من انه في بعض الحالات زي اللي هنتكلم عليها دلوقتي رحله صعبة للاعب تنس مصري اسمه أنور الكموني المحارب قاهر السرطان، بسم الله ما شاء الله الله أكبر، عمل معجزة حقيقي. هذا اللاعب كم الحاجات اللي جات له ممكن تكسر الصخر، ما بين مشكلة في النخاع العظمي ثم إصابة بالسرطان، يصحى في يوم يلاقي ايديه ازرقت. انا ليه بقول الحاجات دي رغم ان بعض الناس ممكن بتكون بتفكر دلوقتي انه ليه بتقول لنا الكلام ده، بقول لحضراتكم انور الحمد لله زي الفل ما شاء الله عليه. انور معانا دلوقتي كمان عبر زوم. يا كابتن انور مساء الفل. ميرسي جدا على المقدمه الاكثر من رائعه بجد، لا مبسوط جدا معاك. ده اقل حاجه والله، وانا اللي مبسوط. وعلى فكره انا ما قلتش كل التفاصيل برضو عشان خاطر الساده المشاهدين، بس هي كانت رحله شاقه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني لازم ناخد منك دروس وعبر في كيفيه الصمود والمقاومه، والحمد لله التعافي. الحمد لله، بشكرك جدا على كل اللي قلته بجد. ده اقل حاجه يا كابتن انور. يعني قول لي بقى الرحله دي خطها ازاي وبدايتها كانت عامله ازاي، وازاي ان انت نفسيا قدرت ان انت تقاوم وتصمد والحمد لله تتغلب على هذا المرض. يعني انا كنت بلعب بطوله دوليه في مقدونيا في سنه 2007 2000 2004 2007 سوري، وجالي في تاني بطوله دوليه ليا حسيت ان دايخ بطوله ضعيف، وانا جسمي طبيعي رياضي بتمرن 5 6 ساعات لغايه لما وقعت في الملعب بعمل تشيك مفيش دم في جسمي خالص، بعرف ان عندي فشل في النخاع العصبي. طبعا فشل في النخاع العصبي اخطر من السرطان، محتاج زرع نخاع مباشره ومحتاج متبرع، ولو مفيش متبرع بيبقى الموضوع منتهي يعني. كنت بقول كده على النت هل ممكن ارجع تاني للتنس او ارجع للبطولات تاني او ارجع تاني لحلمي اللي انا ما كنتش اعمل فيه حاجه قبل العمليه، ما لقيتش حاجه زي كده خالص. فده كان بيعمل لي نوع من الاحباط او نوع من الياس، فجاء في دماغي ليه ما كنتش انا في العالم اللي ممكن يكسر ده، وكان الامل الكبير بالنسبه لي. العمليه عدت طبعا كانت عمليه خطيره جدا، مريت بعد كده بالطرد العكسي المزمن اللي الجسم بيحارب النخاع والنخاع بيحارب الجسم، وده بقى عمل مشاكل كبيره جدا، مشاكل في الجهاز القضمي، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، عارف هنا في الايد، على مدار 7 سنين كلهم بقى مشاكل مش طبيعيه. تقريبا كل مره بحاول ارجع العب فيها بس لدرجه الموضوع كان صعب. كل حاجه خدت كورتيزون 7 سنين، وطبعا وزني وصل ل 140 كيلو. طبعا كل مره بحاول ان انا اكسر الحاجز ده، وبقى عدوي هو جسمي او عدوي هو نفسي. ده العائق ده الحاجز يعني، لغايه لما الحمد لله بعد محاولات كتير 5 دقائق تدريب في الملعب 6 ساعات من الارض. بسم الحمد الله لله بفضل ربنا بقيت الرياضي الوحيد اللي عمل ده، وانا عارف ان شاء الله يعني انا النهارده الرياضي الوحيد، بس بكره مش هبقى الوحيد يعني، ان شاء الله ناس كتير تعمل ده. يعني، وبقيت وده اللي يمكن خلى ان منظمه اليو اي سي سي كمان اختارتك انك تتكلم عن تجربتك دي، اللي هم شايفين انها ملهمه فعلا وكلها امل واصرار وعزيمه. يمكن بس ظروف كورونا اللي اجلت شويه ان ده يتم. انا كنت مبسوط جدا لما عزموني في جنيف، ورحت هناك اليو اس سي اوفيس بتاعهم، عملوا ميتنج كبير جدا وجمعوا كل الستاف. هم بيفكروا ازاي، هم كل سنه بيفكروا ازاي يعني يعملوا الجزء النفسي الكلام ده كله، وكانوا عزموني انا كنت موجود في الكونجرس بيعرضوا الفيلم، وكان المفروض من كينو سبيكر اللي موجودين في 2020 اتاجلت كورونا، ان هم كانوا عايزين يعرفوا ازاي ده حصل وازاي ندي امل للعالم وازاي بقيت الاكيد الوحيد. وطالبوا ان انا استمر في الملعب مده سنين كتيره، يعني يا ريت تستمر كتير فتره شويه، تستمر اكتر من كده 4 5 سنين، عشان وجودك في الملعب بيمثل امل لكل الناس يعني، انت هتسهل كتير للعالم كله يعني. فبقيت احس ان انا مسؤوليه ان انا يعني كم الايفنتات اللي حضرتها، وبحس ان ربنا سبحانه وتعالى يستخدمني دايما مش بيستبدلني. بتسمع من كلمه من ناس كتير قوي، قبل ما اشوفك كنت عايز اعيش، وبعد ما قبل ما اشوفك كنت عايز اموت، وبعد ما شفتك بقيت عايز اعيش. ان كلمه كانسر دي حرب صعبه، حرب صعبه على ناس كتير، كل واحد بيمر بشكل مختلف غير التاني، بس هي الحرب طويله. والجزء النفسي هو الجزء الرئيسي في العلاج اكثر من 70% تقريبا، يعني الكيميكال ثيرابي والكيماوي والراديو ثيرابي والكلام ده كله 30% تقريبا او 25%، الجزء النفسي هو الجزء الاساسي. فالناس لو تسمع ان جالها كانسر بتبقى صدمه، خاصه اللي في 20 40
نسبة كبيرة جدا هتبقى 60% في السرطان، دي نسبة مش بسيطة، اه وعلاجه الجزء الأكبر المينتال كونديشنز العلاج النفسي. مم. فطبعا أنا بقول لهم أنتوا مش هترجعوا طبيعيين، أنا رجعت رياضي بتمرن 6 ساعات النهاردة أو 5 ساعات النهاردة، وبحس إن أنا يمكن عمري حاجة و20 مش حاجة و30. مم. فيعرفوا ان اللي جاي بكره هيبقى احسن، مش هيستمر كده. يعني انا واحد من الناس كنت كتير ساعات بحس ان الموضوع صعب او مستحيل، لا مم. حرب 7 سنين، مم. كم 1000 يوم واحد بيحارب فيهم عشان يقدر يعدي والحمد الحرب لله دي. ان انت انتصرت، والسعداء بان انت موجود معانا النهارده كمان، عشان اللي انت قلته ده يكون ملهم لكل الاخرين اللي ممكن يكونوا مصابين بهذا المرض، والناس تعرف قد ايه العامل النفسي بيبقى مهم جدا للمقاومه والتغلب عليه، وانه مفيش حاجه مستحيله على ربنا سبحانه وتعالى. بس هو في حاجه بس مطلوبه من الانسان، ان يفضل يحارب حتى لو النتيجه ما بتجيش زي ما هو عايز، لازم يكون بيحارب عشان في الاخر هيكسب، لكن بإذن ما الله يستسلمش. بإذن الله. بشكرك وشرفتنا ونورتنا، وانا وكل بشكرك جدا التحيات على كل ليك. حاجه قلته، الله سيبك يا يخليك رب، لأقل شكرا حاجة. جدا، ربنا أشكرك يخليك. كابتن أنور، شكرا جزيلا.